المناطق عاوتاني ديال الازرو نشوفوا السوق ديالو. دابا السوق ديال العيد راه مفتوح دائما، هو راه نورمالمون تيكون ثلاث. الله يجازيكم بخير، تبع هذا الفيديو هذا يدير لنا ابوني وبرك لنا على الجرس ويدعمنا باش يبارطاجي هذا الفيديو، ودعمونا اخوتي جيم 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 جيم. الله يجازيكم بخير، تحيه كبيره لجميع المغاربه فين ما كانوا، الجاريه المغربيه وجميع المغاربه، وعدكم مبارك سعيد وعيد الاضحى على الابواب، ما بقى له والو، يومين ثلاث ايام. دعمونا ندخلوا نشوفوا الاثمنه كاين في السوق ديال الازرو اليوم. الحمد لله، ها انتم اخوتي سوق ازرو. الحمد لله، نورمالمون السوق ازرو تيكون ثلاثاء، والسوق راه تيبان لي خاوي اخوتي شي شويه، السوق خاوي بالنسبه للعيد الاضحى. والمهم غادي ندخلوا نشوفوا البركه ديالنا، تحيه كبيره لجميع المغاربه. غادي ندخلوا نشوفوا الحمد لله الجوده العاليه اللي كاين في هذا السوق، والسلاله ديال التيم حطيت الناس ديال فاس. ندير لكم الشكر على هذا الدعم ديالكم لخوكم ناصر، وتحيه كبيره اللي تيحبنا واللي ما تيحبناش، وكل يخلص الله على فعيله على النيه ديالو، واللي دعمنا شكرا جزيلا ليه. وباش نبارطاجيو هذا الفيديو اخوتي خليكم معايا تشوفوا، انا ندخل للسوق. شحال عطاوك الشريف؟ 90 الف. وانت شحال تطلب فيه؟ 4000 درهم. هذا سنان الحليب هذا؟ شحال طالب فيه انت؟ 4000 درهم. هذا سنان الحليب ولا سنو هذا؟ ني. تحية كبيرة اخويا، تحية كبيرة. واش عندك مازال عندك شي سلعة ولا غير هذا؟ لا هذا اللي بقى صافي. تحية كبيرة اخويا، شكرا اخويا شكرا. السلام عليكم اخويا مزيان. شحال اخويا الثمن ديال هذا شحال؟ 40 500 ريال. ياك حبيبي 40 قل 500. 500 خويا شكرا جزيلا اخويا. سنان الحليب ياك المرضي. تحية كبيرة، سمحوا لنا اخويا، عيدكم مبارك سعيد. تحية كبيرة. انتم اخوتي المشاهدين جينا للسوق ديال ازرو العيد الكبير، الحمد لله تحية كبيرة اخويا. خويا الاثمنة ديال هذا المرضي؟ ها؟ عطاو 20000 ريال بالجملة وبلا بالفرادي؟ حنا تيبيعو الجملة هنا بحال بحال، ما عندهمش مشكل. ولا جا شي واحد وطلب منك شي واحد تبيعو له؟ تبيعو له زايد منك واخا، ما هذا الشيء اللي كاين. الفرادي بشحال؟ 34. الله يسخر لك الله يسخر لك الله يسخر لك. انتم تشوفوا اخوتي المشاهدين عيدكم مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا. هادو 47000 ريال باش تباعوا. الله يسخر الامال. شحال الحليب اخويا؟ شحال الحليب؟ شحال بعتي لهم الحبه؟ 7. زيد زيد اخويا، سير سير على الله سير. الله يسخر الله يسخر الله يسخر اخويا، الله يسخر الله يسخر. انتم المشاهدين هادو 47000 ريال. انتم اخوتي المشاهدين شنقول لكم، خليكم معايا تشوفوا الحمد لله الجماليه ديال ازرو. عاوتاني السوق راه عامر بالكسيبه، والناس يجين ترزقوا الله ماشي عيب. انتم اخويا انتم الله خليكم معنا، الله يجازيكم بخير، تحيه كبيره. شحال قال لك عطاو في هذا؟ عطاو 38 اخويا. 38 والله احسن العوان. شحال طالب انت فيه؟ 50. 50 تحيه كبيره اخويا. 50 سنه الحليب ياك؟ سنه الحليب. ها هو سنه الحليب اخويا. صافي هذا الحليب. انت ولدي سمي هذا تنوي. يعطيك السر. هذا التسليعه اللي عندك العزيز المرضي. تحيه كبيره اخويا، الله يرحم الوالدين. مالك مقلق اخويا؟ شكون بحال اللي مقلق. شحال اخويا الاثمنه هذا المبارك مساعد؟ 30 و500 اخويا. 30 و500 امر ديال الوالدين. ماشي الثمن شي شويه خاص؟ شحال انت طالبه؟ تاع العلبه اخويا راه قاصحه. الله يحسن العوان اخويا، لا ضر لا ضير. الله يحسن العوان. مسبا اخويا دابا شي ثمن مزيان الا بغينا نديو من شي حبات. بغينا نبيعو الجمله. الجمله قد مع الدرويش اخويا وقطب قلبك. الله يعطيك السر. قد 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 الله يعطيك السر. انتم تشوفوا المشاهدين عطاوه 30 و500 وباغي يبيع بالجمله، ما باغيش يبيع الفرادي. 500 عطاو الجمله. دابا انت لا بغى شي واحد. خويا المرضي شحال الثمن هادو؟ 51. اسمح لي الحاج الله يرحم الوالدين. 51 عطاو بالجمله؟ بالفرادي. تحيه كبيره. سنان الحليب ياك اخويا هادو؟ 2. الصلاه على النبي. خويا اعانكم الله، عيدكم مبارك سعيد. انتم اخوتي المشاهدين 51 بالفرادي عطاوه الاثنين هادو. انتم اخويا خليتكم ان شاء الله شوفوا جهه اخرى. شحال عطاوه اخويا؟ 38. 38 المرضي عطاوه في هذا، وبالفرادي اخويا؟ 44 45. اييه تستاهل اخويا الجنه وما فيها. انتم اخوتي المشاهدين عطاوه 38 بالجمله، وبالفرادي قال لك 44. انتم اخوتي المشاهدين شوفوا، خليكم معايا دقيقه وانا معكم الشرفه. تحيه كبيره لكم. تباعوا بشحال تباعوا المرضي هذو؟ 40000 بالجمله. 40000 ريال بالجمله تباعوا.
الله يسخر المالي، الله يسخر المالي، الله يسخر المالي اخويا. يا ربي الله يسخر المالي اخويا. شوف من القلب الخالص نجيو عندكم خاوين بلاد وعمرو باش نجيو لعندكم تعطيونا الثمنه ديال السوق. الله يعاونكم اخوتي المشاهدين، تباعوا ب 2000 درهم. انتم اخوتي المشاهدين جينا عند واحد الاخ ديالنا، السلام عليكم الاصل الطيب، تحيه كبيره المرضي. شحال اخويا الثمن ديال هادو حبيبي؟ ياك عطينا اخويا الاثمنه ديالو باش على خاطرك. الاثمنه ما عارفهمش انت. مرحبا 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 مرحبا، خليكم معايا اخوتي المشاهدين. خويا الحبيب هادو شحال شحال واصلين في الثمن هادو؟ 33 الف ريال بالفرادي ولا بالجمله؟ جمله. ومسبل الفرادي اخويا؟ سهل اخويا، سهل سهل مرضي. انتم اخوتي قال لك 33 وبالفرادي 45 الف ريال. تحيه كبيره، خليكم معايا المشاهدين. خوتي المشاهدين جينا عند واحد الراجل طيب. شحال اخويا دايرين هادو ساويين في الثمن؟ اخويا عطاو 64 و60 اللي عطاو ياك. هادو سنا الحليب ولا اثنين؟ سنا الحليب كاين اثنين. عطاوك 64 الف ريال، محقك اخويا محقك. وبالفرادي شحال طالب فيهم؟ بالفرادي شحال؟ كل واحد يشري. السلام السلام عليكم، شحال طالبين فيهم اخويا؟ فرق عطاو 50 49 الف ريال. 49 الف ريال بالجمله وبالفرادي 50 الف ريال. هادو سنان الحليب ولا؟ سنان الحليب. سنان الحليب ياك، سنان الحليب. ثم المشاهدين شوفوا 50 الف ريال. تحيه كبيره اخويا، اسمح لنا. عطاو 37 ونص. انت شحال طالب بالفرادي؟ 40. وتقاد شي شويه مع الدرويش الشريف في هاد العواشر، تقاد الثمن شويه، تقاد الثمن. الله يرحم الوالد. سنان الحليب ياك اخويا، غرام د العيب ما فيهمش. السلام عليكم، تحيه كبيره للمشاهدين، خليكم معايا. الثمن باش تبيعهم انت؟ اللي عطاه ماده. انت شحال تبيع؟ انا طالب 46. هادو سنان الحليب اخويا. كاين سنان الحليب كاين اثنين، غادي يديروا اثنين. عاد غيديروا اثنين. اذا انت قاطعهم 49. تحيه كبيره. انتم اخوتي المشاهدين، هادو السلاله ديال تيم حديث ياك اخويا؟ السلاله ديال تيم حديث ازرق. هاد السلعه هي اللي عندك ولا مازال عندك شي سلعه اخرى؟ ما بقاش شي اللي بقى شي هذا. انتم اخوتي المشاهدين 46 الف ريال. تحيه كبيره للمشاهدين، عندكم مبارك سعيد. الله يبارك فيك اودي السلام. الوالدين. نعم اسيدي. 56 باش تبيع؟ 56 الف ريال. انتم اخويا 56 الف ريال. سنان الحليب المرضية. سنان الحليب. تحيه كبيره للمشاهدين، تنتواجدوا في سوق ديال ازرو مناسبات العيد الكبير اضحيه. خليكم معايا نوريكم حاجه اخرى. شحال تتبيعوا؟ شحال تتبيعوا؟ بالفرادي ب 56 الف ريال. والجمله؟ الجمله 52. هما سنان الحليب اخويا 52. انتم المشاهدين قالك 56 و 52 بالجمله. شحال اخويا طالب فيهم؟ طالب انت 56. عطاو 56 مزيان. الله يرحم الوالدين. انتم اخوتي المشاهدين تنتواجدوا في السوق ديال ازرو مناسبات العيد الاضحى، حيت السوق دابا نورمالمون هذا تيكون فيه ثلاث، ولكن دابا على حساب العيد هو راه محلول ديما. خليكم معايا وتحيه كبيره للمشاهدين، السلام عليكم. السوق شي شويه اليوم طالع ياك ياك المرضي، ماشي بحال السيمانه اللي داز. علاش زعما تطلع هذا في البلاصه؟ واش نقول لكم اخويا العزيز؟ ها والله يعاونكم، الله يجيب التيسيره مرضي الوالدين. هادو تباعوا ب 39 الف ريال. هادو سنان الحليب ياك، تباعوا بالجمله، تباعوا بالجمله وبالفرادي. الا بغينا شي واحد الفرادي واخا نجيب. شحال الوقت باش يكون هنايا؟ واخا. تحيه كبيره، السلام عليكم. خويا شحال الثمن ديال هاد الحوال هادو؟ ها 60 الف ريال بالفرادي ياك؟ لا لا مليح. تحيه كبيره اخويا، هز شو اخويا المليح. سنان الحليب غرام ديال الديفو ما فيش. انتم اخويا 60 الف ريال المليح، 60 الف ريال بالجمله. ولا بغينا شي واحد دابا ولا جوج؟ شحال تحسبوا لنا؟ صداع النبي عليهم. انتم اخويا تشوفوا المشاهدين 60 الف ريال اللي عطاوك بالجمله باربعه بهم. تحيه كبيره، اسمحوا لنا اخويا. الله يرحم الوالدين، الله يعيدكم مبارك سعيد. حتى
عطاونا 52 بالفرس. 52 اللي عطاوك؟ هادو بالجملة ولا بالفرادي؟ غير الفرادي. بالفرادي 52. يا رحمة الوالدين، شكرا يا مولاي، تحية كبيرة. تحية كبيرة. الله يحفظك. شحال اخويا دايرين هاد النعيشات هادو؟ خويا النعيشات دابا 20. 20,000 ريال بالجملة. هادو اخويا دايزين للضحية هادو. ما عمرهم ولدوا. تحية كبيرة اخويا، راه تخربقوا له مساكن 20,000 ريال. طالبها انت 20,000 ريال. عطاه وانت شحال طالب؟ 26. يستاهلوا اخويا، بالفرادي ب 26 وبالجملة 1000 درهم عطاوه. تحية كبيرة اخوتي. الله يجيب التيسير، عيدكم مبارك سعيد. تعيدوا وتعاودوا اخويا. السلام عليكم. السلام عليكم الشرفة. عيدكم مبارك سعيد. كي دايرين مع السوق هاد النهار؟ السوق اخويا خاوي. شحال اخويا دايرين هادو الثمن ديالهم؟ هادو اخويا معطيه 42. وانت اخويا بشحال باغي تبيع اخويا؟ الا قسم الله. العواشر هادي الا درتي شي حاجه ديرها لوجه الله، عندك غير الاجر. شحال اخويا تطلب فيهم انت المرضي؟ 56,000 ريال. 50,000 ريال. 2500 طالب انت. وعطاوك 42. وهادو استثنى الحليب. 2800 طالب. 2800. مزيان. راه قادو شي شويه مع الدرويش. هذاك تيقول 2700. انتم تشوفوا اخوتي المشاهدين، انتم تشوفوا عطاه 42 وقال لك هو طالب فيها 2500. وتحيه كبيره اخوتي المشاهدين، خليكم معايا اخوتي المشاهدين. راني كنت لهي وش واحد قطيعه من هنا ضربتني بهذا اللون ديال الاحمر زويون. تحيه كبيره السلاله ديال التيم حضيت ياك العزيز. الاثمنه اخويا ديال هذا الشيء الاصل الطيب، خليكم معايا المشاهدين الله يجازيكم بخير. دقيقه الثمنه ديال هذه السلعه اللي عندك مباركه مسعوده. ندخلوا لداخل نشوفوا كي داير الاشياء ديالك. بسم الله. شحال اخويا الاثمنه ديال هذا الشيء ديالك؟ بسم الله. 25 درهم في الفرد. بالفرادي عطاوك 25,000 ريال. اياه. وشحال طالبه مولاي انتايا؟ 30. انت هو تبارك الله عليك والصلاح النبي عليك. حتى دابا قلت يعطيوك بالفرادي بالجمله. شحال عطاوك بالجمله؟ الجمله عطاوني 20,000. 20,000 ريال وانت طالب 25,000 ريال. لا عطاوني. والله يعطيك السر، والله يعطيك السر. دابا قلتيها انا غير خرجت من كلمتك من فمك. طالب انا عطاوني 25 في الفرد ما بغيتش. ياك يا مولاي. ايوا واش نقول لكم؟ عيدكم مبارك سعد. هذا السلعه ديالك رزيقك. الله يجيب لك التيسير. سمحوا لنا خوتي المشاهدين، اعانكم الله، نمشيو نشوفوا واحد السيد عاود الفوق ونرجع عندكم. خليكم معايا. يعطيك السر اخويا. انا كيقولوا 3200 درهم. 3200 درهم. وهادو سنا الحليب اخويا ياك. ياك المرضي. هادو تيطلب فيهم اخويا 3200 درهم اخوتي المشاهدين. وغير ولاد العام نشوفوا هاد المليح اللي عنده. تقاد شي شويه المعلم، تقاد شي شويه في الثمن. نعم. بالنسبة لهذا الصغير شحال؟ هذا خذيه لك ب 56. ياك اخويا. الثمن شي شوية كاين. والمليح كاين. كاين السمونية. كاين المليح اخويا السي محمد. ماشي 56 تحيد. شوف اللي معلم هذا ما فيهش الصوفة. لا يخلي لك صحيحة الله يرحم الوالدين. أنتم تشوفوا المشاهدين. هذا قطعة 56 هو. والآخرين 3000 درهم. صافي راه غنكير خويا. خوتي المشاهدين خليكم معايا نمشيو نشوفوا قطعة أخرى كبيرة. الخويا المرضي السلام عليكم. خويا شحال طالب في هادو العزيز الله يكبر بك؟ نعم أسيدي. 50. شي ثمن مزيان؟ خويا كنقول 70. 70,000 ريال. 50 ياك المرضي. تحية كبيرة خويا. سمح لنا خويا الله يكبر بك. السلام عليكم. خويا عطينا الأثمنة ديال هادو حبيبي، شحال دايرين الثمن؟ هضر معايا رشيد، هضر معايا. 38. وتقادو شي شويه المعلم مع الدرويش من غير 38. لا الطمع. ايوا الطمع في الله. قد مع الدرويش عندك غير الاجر. اسمح لي الله يعطيك السر. الله يرحم الوالدين. شحال الفرادي؟ مازال ما عطاوناش الفرادي. هانتوما تشوفوا اخوتي 38 مازال ما عطاوهمش الفرادي. ايوا نخليكم معايا نشوفوا قطعه اخرى الله يجازيكم بخير. الشريف ديالي شحال الثمن ديال هادو طالب فيهم الشريف؟ عطاوك 51. ملاح. هانتوما تشوفوا اخوتي المشاهدين قال لك 51 اللي عطاوه.
وانت شحال طالب الشريف؟ ها؟ ياك تتهضر معقول الحاج ياك؟ معقول تتهضر معايا؟ حيت راه بانوا لي شي ماشي ديال 51 هادو مازالين صغارين شويه الحاج. عطاوك في هادو 51 مازالين صغاورين. لا ماشي على تهز الخروف، الثمن شي شويه كاين. كاين الثمن مولاي. انتم تشوف قال لك عطاوه 51. خليكم معايا اخوتي المشاهدين شوفوا قطعه اخرى. اخوتي المشاهدين عطاوه 46. وانتم شحال طالبين اخويا؟ طالبين 50 اخويا. 50000 ريال. صنع الحليب ياك اخويا. نضر معايا قول لي شحال تطلب؟ ما تعطيناش الاثمنه؟ شحال اخويا طالبين الشريف الله يرحم الوالدين؟ الله شحال طالبين الشريف الله يعطيك الصحه؟ ايه طلب طلب ماشي عيب. شحال طالبين الله يعطيك الصحه؟ 45 كره 45 يلا دير واحد القضيه تعطيني دوك الجوج شحال تبيعهم ليا؟ كاين هادو هانتوما اخوتي المشاهدين سنا الحليب اخويا هادو ياك؟ ثنيه هانتوما اخوتي المشاهدين اللي بغى يدعمنا تحيه كبيره وخليكم معنا الفيديو الثاني ان شاء الله.